وبعدين نبتدي في اصحاح 20 ربنا يقول مثل لطيف قوي على الايه الاخيره دهيت. لكن ده موقف الملكوت والغنى. حط القاعده ان الماده تخدمني وليس انا اخدمها. الاموال استعملها ولكنها لا تستعملني. المادة انا اتحكم فيها لكنها لا تتحكم فيا. انا اخضع المادة ولكن لا اخضع للمادة. المادة في خدمتي وانا في خدمة الله. اذا المادة في خدمتي وفي خدمة الله. مش انا في خدمة الله والمادة. لا يقدر احد ان يخدم سيدين. لكن شفنا الملكوت الزواج، الملكوت البتولية، الملكوت والطفولة، الملكوت والغنى. ويختم السيد المسيح بهذه الآية ويبتدي يتكلم في إصحاح 20 عن المثل. رب الكرم اللي دعا عبيده وابتدى يحاسبهم في الأجرة بتاعتهم زي ما شفنا. نشوف أصحاب الحساء 11 المرة الجاية إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ تفضل. اللص اليمين من أوائل الناس اللي دخلوا الفردوس. اليوم تكون معي فين؟ في الفردوس. لكن كل واحد ليه صفته وميزته. هنقول موسى اللي أكبر ولا إبراهيم؟ دي اللي كرامة ومجد معين، وده ليه كرامة ومجد إيه؟ معين؟ مش كل ما زي بعض طبعا. مجد ينتزع المجد في المجد وايضا في النوعيه، وفي نوعيه المجد مش بس في مقدار المجد ولكن في نوعيه المجد. تفضل نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل انجيل معلمنا متى الاصحاح 20 من عدد واحد. متى 20 عدد واحد. اللي ماهوش اناجيل ممكن ياخد من الدولاب ورا. فان ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت ليستاجر فعل لكرمه. فاتفق مع الفعل على دينار في اليوم وارسلهم الى كرمه. ثم خرج نحو الساعه الثالثه وراى اخرين قياما في السوق بطالين. فقال لهم اذهبوا انتم ايضا الى الكرم فاعطيكم ما يحق لكم. فمضوا وخرج ايضا هو نحو الساعه السادسه والتاسعه وفعل كذلك. ثم نحو الساعه الحادية عشر خرج وجد اخرين قياما بطالين. فقال لهم لماذا وقفتم هكذا كل النهار بطالين؟ فقال له لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله ادع الفعل واعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشر واخذوا دينارا دينارا. فلما جاء الاولون ظنوا انهم ياخذون اكثر فاخذوا هم ايضا دينارا دينارا. وفيما هم ياخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الاخرون عملوا ساعه واحده وقد سويتهم بما نحن الذين احتملنا ثقل النهار وحره. فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك، أنا اتفقت معي على دينار فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي. أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ وهكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون.
وفيما كان يسوع صاعدا الى اورشليم اخذ الاثنى عشر تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم: ها نحن صاعدون الى اورشليم، وابن الانسان يسلم الى رؤساء الكهنه والكتبه فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه الى الامم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويسلبوه، وفي اليوم الثالث يقوم مجدا لله دائما ابديا امين. شفنا في الاصحاح 19 المره اللي فاتت موقف ملكوت السماوات اللي به المسيح يؤسسه من الزواج ومن البتوليه ومن الطفوله ومن الغنى، وشفنا ان سيد المسيح في اخر ايه في الاصحاح اللي فات بعد ما اتكلم عن السؤال اللي سأله بطرس الرسول: احنا اللي تركنا كل شيء تبعناك، ايه اللي حيكون لينا وهتدينا ايه؟ بيقول: ولكن كثيرون اولون يكونون اخرين واخرون يكونون اولون. فالجزء اللي احنا بنقراه او المثل اللي ضربه السيد المسيح مثل فعلة القرن بيكلمنا عن العمل من اجل الملكوت والاجر في ملكوت السماوات. الاجور في ملكوت السماوات هتكون ايه؟ لان ملكوت السماوات زي ما شفنا من اول لحظة خروج المسيح من نهر الاردن لكي ما يؤسس الملكوت بتاعه، شفناه في التجربة على الجبل وشفناه في الموعظة على الجبل، بيتكلم في الموعظة على الجبل عن واجبات الناس اللي هتخش الملكوت، تتصرف ازاي وتعمل ايه، دستور هذا الملكوت. لكن في واقع الامر كانت الناس محتاجة، مش الناس وبس والتلاميذ ايضا محتاجين يفهموا بعض النظريات عن الملكوت، مفهوم الملكوت ايه، مش مجرد ان هم يعرفوا واجبات الملكوت لكن يعرفوا ايه فكر الملكوت وايه مفهوم الملكوت. لان كان في ذهن التلاميذ مش بس ان في ملكوت ارض المسيح جاي ينشئه ويؤسسه، وان هم بيتصارعوا مين اللي ياخد اكتر في الملكوت ده هو، لكن كان في فكرهم حاجة تانية حبان دلوقتي من خلال هذا المثل. عشان كده تبص تلاقوا ان اول كلمة في الاصحاح بيقول ايه؟ فان ملكوت السماوات. فان دي كلمة او الحرف فيه ده دليل ان الكلام ده مرتبط بالايه؟ باللي قبليه. وعلى فكرة العجيبة لو انتوا بتتابعوا الكتاب المقدس او مثلا انجيل متى هتلاقوا فيه ترابط بين كل كلمة والكلمة اللي قبليها، ما هياش مواضيع كده محطوطة. عشان كده ما حدش يقدر يفهم الكتاب المقدس صح الا اذا اراه بانتظام والتتابع، لان كل كلمة معتمدة على الكلمة اللي ايه اللي قبليها. لكن اللي بياخد الكتاب المقدس كده كمواضيع، يعني الواحد يروح يفتح في البيت اي صفحة يقول بقى نشوف ربنا هيبعت لي ايه النهاردة، ويروح فاتح كده ويقرأ كل يوم حتى شكل من الاول ومن الاخر ومن النص ومعرفش ايه، لا يمكن يقدر يفهم زي ما واحد بيقرا التتابع، لان كل كلمة مرتبطة ببعضيها، مرتبطة بالكلمة اللي قبليها. المسيح بينقل الانسان من مرحلة الى مرحلة. عشان كده مهم وخطير جدا ان لازم الانسان يقرا الكتاب المقدس بالتتابع وبانتظام. التلاميذ ظنوا ان هم كانوا اول ناس يخشوا في الملكوت، لان هم اول ناس تبعوا الايه؟ المسيح. وفي نفس الوقت ظنوا ان هم اكتر ناس تركوا من اجل الايه؟ الملكوت. هم اول ناس واكتر ناس، ده هم تبعوه منين؟ من البداية، من بداية كراسته، وهم تركوا. فجواهم احساس داخلي ان ليهم وضع متميز عن الايه؟ الاخرين. وباستمرار جواهم شغف من اجل ان هم يتأكدوا من هذا الوضع المميز. احنا احسن من غيرنا، ما فيش حد تبعك
زينا من الاول وساب زينا حاجات ليك. عشان كده كل شوية يسألوا طب احنا هناخد ايه، ماذا يكون لنا، احنا سيبنا كل ده ايه اللي هيكون لنا. كان نظام الاجر في الملكوت اللي المسيح بيتكلم عنه بيشغلهم كتير، احنا هناخد ايه، واحنا اكيد هيكون لنا وضع متميز عن الايه، عن الاخرين. فكلمة فإن ملكوت السماوات بدأ يشبهها بهذا المثل، مثل الفعلة. رب كرم طلع يستأجر فعلة الى كرمه. وملكوت السماوات لازم نفهمه مش بان هو الحاجة اللي جاية اللي هتيجي في مجيء المسيح الثاني، لكن ملكوت السماوات ده ايه، بيبتدي من هنا على الارض اللي احنا عايشينه دلوقتي، ده هو ملكوت الايه، السماوات. حتى دي مهمة ان احنا نعرف ان الملكوت هو اللي احنا بنحياه الان. بعض الناس بتتخيل ان المثل ده ما يكونش معقول، يعني ايه واحد راجل صاحب شغل طلع الساعة الاولى لقى ناس جابهم شغلهم، وبعدين طلع الساعة التالتة، وبعدين الساعة السادسة، وبعدين الساعة التاسعة، وبعدين الساعة الحادية عشر، جاب الناس عمال يشغل الناس يشغل الناس، وبعدين في الاخر بيدفع للكل اجر ايه، متساوي. بيقولوا ده مين صاحب العمل ده، ولا حد يرضى يعمل كده، ده احنا معروف ان قانون الشغل تشتغل ساعة تقبض تمن ايه، ساعة، تشتغل ساعتين تاخد تمن ساعتين، حتى يعني صاحب العمل يستخسر يدفع للراجل بتاع الساعة الحادية عشرة ولا الستة والتاسعة، يدفع له الدينار كامل. مين بيعمل كده؟ محدش بيعمل كده يعني، او اصحاب العمل محدش يعني بيطبطب على اللي بيشغله وبيقول له خد اشتغل ساعة وحديك وخلاص. قد يظن ان هذا المثل غير واقعي، لكن لو احنا عرفنا ظروف فلسطين ونظام الشغل فيها نقدر نتخيل ان الكلام اللي قاله السيد المسيح ده مثل من حياتهم فعلا، ما هوش غريب عنهم. منطقة فلسطين كانت مشهورة بكروم العنب، وكان العنب او زي ما احنا عارفين بيطلع في فصل الصيف، في اواخر الصيف، يجي في شهر سبتمبر ويبقى المحصول في قمة الانتاج بتاعه والكروم كلها مليانة. وعارفين ان في نهاية سبتمبر في فلسطين بيبتدي موسم الامطار الجامدة، فالكروم مليانة. وفي نفس الوقت التوقيت لو المطر نزلت هتبوظ الكروم دي كلها والعنب هيفسد. فكان اصحاب الكروب او اصحاب العمل عندهم استعداد ان هم يشغلوا اي كمية من الناس وفي اي ساعة من النهار علشان يلحقوا المحصول قبل ما ايه، ما يبوظ، يلحقوا المحصول قبل ما يبوظ، قبل ما يفسد والامطار تيجي تبوظه. فعشان كده كان فعلا ممكن يجيبوا واحد ساعة الحادي عشر ويشغلوه ساعة عشان يلحق ينتج من هذا الايه، المحصول. فنلاحظ حاجة مهمة جدا، بس طبعا ما كانش بيدفعه زي ما كان بيدفع اللي بيشتغل ساعة زي اللي بيشتغل من اول النهار، لكن ده المثل بتاع السيد المسيح اللي عايز يقوله انه هيدفع لكل واحد بتساوي، اللي اشتغل من اول ساعة زي اللي اشتغل في الساعة الحادية عشرة، اللي اشتغل ساعة واحدة بس. عارفين طبعا الساعة الاولى اللي هي الساعة ايه، تعادل ستة الصبح، التالتة تعادل تسعة الصبح عندنا، الستة تعادل الظهر اتناشر، التسعة تلاتة بعد الظهر، الحادية عشرة الساعة خمسة، الساعة الثانية عشرة اللي هي الساعة ستة، وكان النهار بينتهي الساعة ستة. فكأن اللي بيشتغل الحادية عشر بيشتغل ساعة واحدة من خمسة لإيه؟ لستة. مين هو رب الكرم اللي خرج يستأجر فعلة لكرمه؟ هو شخص السيد المسيح الكلمة. الكلمة
اللي بتخرج تستأجر فعلة. مين اللي يخدم الكلمة بتاعت ربنا؟ وخدوا بالكوا في كلمة خرجة، بيكررها كتير، خرج في الساعة الأولى، خرج في التالتة، خرج في التالتة، خروج. كلمة خروج باستمرار يقصد بيها ان معلمنا متى كان بيكتب لليهود، بيقصد بيها الاكسدوس اللي هو الخروج بتاع ايه؟ شعب اسرائيل ايام موسى. فكان هذا الكلمة المتجسد خرج لكي ما يستأجر فعلة يخدموا الكلمة بتاعته، يخدموا القرن بتاعه، يخدموا الكنيسة، لان الكنيسة تشبه بالايه؟ بالقرن. مش الكنيسة، خدمة الكنيسة اللي هي خدمة مدارس الاحد او خدمة الكهنوت او خدمة اشتغلوا في الكنيسة عمال، لا، خدمة الكنيسة او خدمة القرن اللي هي خدمة الحياة الروحية، ان الانسان ياخد كلمة ربنا ويخدمها في حياته، يعيشها، يرعاها، يخضع عليها، يطوعها. ده المقصود بالفعلة تجاه الكلمة. وكان اجر العامل في فلسطين هو الدينار، يشتغل يوم كامل ياخد دينار، والدينار ده بيساوي دلوقتي حوالي 4 ساغ او 3.5 ساغ، يعني في الرينج ده. ده كان الاجر اليومي للعامل في فلسطين. وكان هذا الدينار يدوبك يكفي بالكاد احتياجات الاسرة بتاعة العامل، انه يجيب لهم خبز وشوية بقوليات او حاجات بسيطة. يعني الدينار ده يدوبك العامل يشتغل طول اليوم عشان يجيب لعيلته القوت اليومي، ويدوبك يكفيهم. عشان تعرفوا قيمة الدينار ده، يدوبك يكفي قوت العيلة بتاعت العامل ده في اليوم. فكانوا يعيشون العمال دول او الفعلة دول عيشة الكفاف، والظروف صعبة جدا. وكان معنى ان لو حد فيهم بقى يوم من غير عمل، من غير شغل، معناه ايه؟ ان العيلة بتاعته مش هتاكل، هتجوع. ما كانش يقدر يوفر حاجة من الدينار ده. كانت مشكلة بالنسبة للعمال الفعلة دول، ان لو ما جابش الدينار ده عيلته هتجوع وتسلم للحزن وللجوع والاحتياج. عشان كده كان صعب جدا لو واحد فيهم عي او ما قدرش يشتغل او ما لقاش شغل، كان بتبقى ظروفهم صعبة جدا ومأساة. زي ما تشوفوا في عمال التراحيل بيبقوا متجمعين كده في تجمعات، ويجي واحد ياخد ايه منهم كل شوية. فالناس دي واقفة في السوق، وجي صاحب العمل اخد الساعة الاولى شوية، رجع الساعة التالتة لقى شوية تانيين لسه واقفين، خدهم الساعة السادسة، الساعة التاسعة، الساعة الحادية عشر. وده خدوا بالكوا يورينا ليه العمال دول فضلوا واقفين لحد الساعة الايه؟ حادية عشر مستنيين شغل، برغم ان اليوم تقريبا ايه؟ انتهى، لانهم مش قادرين يروحوا من غير الدينار. في جوع وفي حزن لاسرتهم وعيلتهم لو روحوا من غير الدينار. فكانوا كان ممكن يروحوا يعملوا اي حاجة بقى، يقولوا يعني مدام على الساعة الستة كده محدش خدنا، يبقى محدش هيرضى يشغلنا. كان المفروض مشوا ايه؟ وروحوا، او راحوا شافوا اي حاجة تاني. لكن دول ظلوا واقفين على رجاء وفي احساس بالاحتياج، محتاجين لهذا الدينار، ولينا رجاء ان حد يجي يشغلنا حتى لو الساعة الايه؟ الاخيرة، ناخد حتى ولو جزء من الدينار. عشان كده الفعلة او الاجراء كان موقفهم صعب قوي زمان، بعكس الخدم والعبيد. الخدم والعبيد كان حالتهم المادية ايه؟ احسن، لانهم عايشين في بيوت اسيادهم، وكل يوم ضامنين اكلهم وايه؟ وشربهم ليهم ولعائلتهم. لكن الاجراء او الفعلة
كان حالهم صعب لان رزقهم ما كانش مضمون يوميا، لانهم ما كانش مضمون ان يكون لهم فرصة عمل كل يوم. عشان كده لو ما كانش واحد منهم يشتغل يوم كانت تبقى كارثة بالنسبة للأسرة بتاعته. السيد المسيح قال هذا المثل لانه عايز يحذر التلاميذ من موقف خطير جدا جواهم. انتوا حاسين بان امتياز العمل المبكر، ان انتوا جيتوا ودخلتوا وامنتم بيا وانضميتوا ليا بدري قبل التنين، وان انتوا طردتوا من اجل شيء، فما تعتبروش نفسكم مميزين عن الاخرين. وكأن السيد المسيح عايز يلغي فكر الأقدمية، فكر الأقدمية. عارفين نظام الأقدمية؟ ان القديم يبقى له ايه؟ مجد اكتر وسلطان ايه؟ اكتر. في الجيش كده حتى لو كانوا الاثنين عساكر لكن الأقدم يبقى له درجة، حتى في الكنيسة في الكهنوت اللي اترسم الأول يبقى له درجة ايه؟ أو كرامة ايه؟ أكتر، أو في الترتيب أول. بغير ان المسيح عايز يلغي فكر الاقدميه ده خالص، لان التلاميذ كان عندهم احساس بالامتياز نتيجه الاقدميه، واليهود كان عندهم احساس بالامتياز نتيجه ان هم الشعب اللي اختير ايه؟ الاول. احنا احسن من الامم، لنا امتيازات اكتر من الامم، لكن مش من سياسة الله تفضيل أمة على أمة أو إنسان على إنسان. الكل بيديهم أجر متساوي اللي هو الدينار. بس شوفوا حلاوة ربنا في أنه في كل وقت من النهار ما دام نهار يخرج يستقلق إيه؟ ناس عشان يشتغلوا. عايز يدعو ناس الى محصول الوفير عشان يجوا يشتغلوا فياخدوا اجرة. عايز يدي الناس، عايز يشغل الناس. مش زي ما احد الكتاب بيفكر فالله ان هو ده صاحب البيت اللي مش عايز يدخل حد في بيته وطرد كل ابنائه بره، واللي يعني حطت شروط قاسية جدا، وبعدين محدش عارف يعمل الشروط دي، ومعارف محدش عارف يخش البيت فطرد كله بره ومش عايز يدخل حد وغضبان عليهم وهم متذمرين وعمالين يبصوا للبيت ده ومش عارفين يخشوه. لا، ربنا مش كده. ده ربنا بيخرج باستمرار. يخرج يعني اخلاء للذات، يعني يتنازل للانسان، يطلع يدور للانسان. وكأن في مراحل عمر الانسان ربنا بيسعى ناحيه. الساعة الأولى دي ترمز لمرحلة الطفولة، يقول لك تعالى حتى وانت طفل تعالى عيش معايا، تعالى اشتغل في كرمي، تعالى خد أجرة. واحد تاني ربنا يدعوه في مرحلة الصبا، الساعة الايه؟ تالتة، وهو صبي لسه في سن الإعدادي. واحد تالت ربنا يكرر له الدعوة في سن الشباب، الساعة الستة. واحد ثالث او رابع اسف يستقبل الدعوة في سن الرجولة، الساعة التاسعة. واحد خامس يظل الدعوة مفتوحة لي حتى في الكهولة في الشيخوخة في الساعة الحادية ايه؟ عشر. كل وقت يدعو. ما جيتش وانت صغير تعالى، وانت صبي. ما جيتش وانت شاب تعالى، وانت راجل. ما جيتش وانت راجل تعالى، وانت ايه؟ شيخ. رجاء تعالى، بس تعالى في اي وقت، بس تعالى. كأنه بيفتح بيته وبيفتح كرمه وبيفتح ملكوته للانسان في كل ساعة، حتى لو كانت الساعة الحادية عشر، حتى لو كان في سن الشيخوخة، حتى لو كان على مشارف الموت. يعني الحادية عشر ده الشمس بتبقى انكسرت وابتدت الى الغروب او الى المغيب، بيقوله بردك تعالى. عايز كل واحد يخش الملكوت، عايز كل واحد يشتغل من اجل حساب الملكوت ويتمتع بالمكافأة بتاعة الملكوت.
والكل هيجازى بالدينار. مش انا اللي بديه، ده ربنا هو اللي بيديه. الكل هيجازى بهذا الدينار، سواء كان صغير كبير شاب عجوز اي شيء، لكن الكل هياخد هذا الدينار. حتى في سفر الرؤيا، لما تبص في سفر الرؤيا لأورشليم السماوية المدينة النازلة من السماء، يقول انها كان ليها ابواب، والابواب دي من اربع ايه جهات، من جهة الشرق والغرب والشمال والايه والجنوب. يعني ايه الكلام ده؟ ليه ليها اربع، ليها ابواب من اربع جهات؟ عشان في ناس هتخش في الشرق، في شرق عمرها وهي لسه صغيرة، وفي ناس برضك هتخش منين؟ من الغرب وعمرها كمان بايه؟ بيغرب. في ناس هتخش من الشمال وفي ناس هتخش من الجنوب. هو باستمرار فاتح، بيدي فرصة في كل وقت لكل انسان. عشان كده نرى الله على مر التاريخ، تاريخ البشرية، بيخرج فعلا يصطاد ناس تشتغل في كرمه عشان يديها المكافأة وعشان يديها المجازاة ويديها الحياة الأبدية. ينزل عبر التاريخ يستأجر فعلة من عصر إلى عصر عشان يديهم المكافأة الأبدية. يقول للناس تعال اشتغل في كرمي وتاخد حياة أبدية. وكان في خمس عصور زاهية يمثلوا الخمس ساعات دول. الساعة الأولى ترمز لفترة آدم، يقول وضع على الرب الإله آدم في جنة عدن لإيه؟ ليعملها. دعا أول واحد للعمل معاه كان مين؟ آدم. الساعة الثالثة نوح، الله دعاه لكي ما يعمل في كرمه، وكان أول واحد يشتغل في أو يصنع كرم ويصنع عند كان نوح. الساعة السادسة بعت إبراهيم أبو الآباء، أخرج من أرضك وإيه؟ وعشرتك وتعال اشتغل معايا، أعمل في كرمي وليك المكافأة الأبدية. في الساعة التاسعة دعا موسى النبي، كان يقول له تملي اسمع يا موسى، اشتغل يا موسى، تعال وانا اديك الحياة الابدية. وبعدين في الساعة الحادية عشرة كان المسيح، عصر المسيح، يقول نحن الذين انتهت الينا اواخر الايه الدهور. احنا اللي كنا عبيد بطالين، ما كانش لينا معرفة لله، لكن في اخر الدهور في الساعة الحادية عشر ربنا دعانا لكرمه. احنا اللي انتهت الينا اواخر الدهور في عصر السيد المسيح، زي ما بولس الرسول بيقول. فالدعوة متجددة، واحنا بنقول لربنا باستمرار احفظنا مع اصحاب الساعة الايه حادي عشر، لان احنا كنا بطالين، الامم كانوا بطالون على مر التاريخ، لكن قبلوا عمل الله. ده حتى العلامة أوريجانوس يقول تأمل حلو قوي عن الخمس مراحل دول، بان هم بيرمزوا ايضا الخمس حواس. حواء لما خدت الوصية والحية سألتها عن الشجرة، قالت اما شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل منها ولا تمساها، لمس، وراحت خدت منها برغم ان كانت عارفة، وهي اللي بيقولت كلمة ايه ما تمسوهاش ما تلمسوهاش. نوح يقول عنه كده انه لما طلع من الفلك صنع مذبح وقدم ذبيحة فاشتم الله رائحة رضا على الانسان. شم. ابراهيم ابو الاباء لما قدم للثالوث الثلاثة اللي زاروه وليمة من فطيرة ومن عجل مسمن، تروق. موسى النبي اللي كان في الكلمة زي ما احنا درس في سفر التثنية المميزة اسمع،
اسمع، حاسة الايه؟ سمع. طب وبعدين في شخص المسيح الرؤية النظر، الله لم يره ايه احد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو قدر، نحن الذين رأيناه بعيوننا. رؤية، الله ظهر في الجسد. وكأن الله بيدعو الانسان من خلال حواسه الخمسة لكي ما يعمل من اجل الملكوت، لكي ما يعمل من اجل الكرم. لان الله يشفق جدا 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 عن الانسان، لا يحتمل ان يرى الانسان بطال، لان مفيش حاجة تؤلم الله او اشد الاما من لله من ان يرى الانسان اللي خلقه بطال. خدوا بالكم كلمة بطال مش بس معناها شرير، بطال يعني ايه؟ بلا نفع، بلا فائدة. مش بس لان الله يشفق عليه لانه عارف انه لو ما اشتغلش مش هياخد الدينار، ولو ما خدش الدينار مش هيقدر يكون ليه حياة هو ولا لأسرته، هيجوع ويحتاج. لكن اكتر من كده ان الانسان البطال انسان بيبقى حاسس انه غير مرغوب فيه، انه ملوش لازمة، انه ملوش نفع، انه لا يساوي شيء. ده الانسان اللي ما بيشتغلش حس كده انه عالة ما يسويش شيء. وصعب جدا عن الله انه يرى الخليقة بتاعته عندها هذا الاحساس، احساس بانها غير مرغوب فيها، انها بلا فائدة، انها بلا نفع، انها عالة. عشان كده ان كانوا بيقولوا المسيحية والعمل الاجتماعي، لا، ده المسيحية تصلح، لانها المسيح نادى بان لابد ان يكون لكل واحد ايه؟ عمل، كل واحد لازم يشتغل، وفي نفس الوقت لابد ان ينال اجرا مناسبا من هذا العمل يسد احتياجاته واحتياجات اسرته. دي العدالة الاجتماعية اللي بينادوا بيها دلوقتي. لكن نشوف في هذا المثل حاجة لطيفة قوي. العدل يقول ان كلما قلت ساعات العمل تقل الايه؟ الاجرة. مش كلكم بتقولوا كده؟ ده المفروض اللي يشتغل كتير ياخد ايه؟ كتير، يشتغل قليل ياخد قليل. ده العدل بيقول كده. لكن شوفوا نعمة ربنا بتقول ايه. نعمة ربنا بتقول ان الدينار ده يدوبك بيسد حاجة العامل وايه؟ واسرته، يسد كفايته. عشان كده النعمة تقول مش اقل من انه حتى لو اشتغل ساعة واحدة ياخد احتياجاته ايه؟ كافية، ياخد الدينار. لا يمكن ان تكون هناك اجرة اقل من دينار حتى لو اشتغل ساعة واحدة. لذلك قدم اجر يفوق ما تقتدي به العدالة واكثر مما يستحق اصحاب الساعة الثانية الحادية ايه؟ عشر. قدم اجر يفوق استحقاق الانسان، لان النعمة تتفاضل جدا على الايه؟ على العدل. العدل بيقول ده اشتغل ساعة ياخد اجر الساعة خمس دينار، لكن النعمة تقول ما تكفهوش، لازم ياخد احتياجه. عشان كده ما هواش بنفس، او الحساب ما هواش بكمية العمل اللي الانسان عمله، لكن الكل نال اجر متساوي، كل خد الدينار. لأن الله لا ينظر إلى مقدار العمل وكمية العمل، بل ينظر إلى الروح الذي تم به العمل. هقول لكم حاجة بقى يعني، بس ما تقلبناش شوية. واحد يقول ده أنا صليت 1000 صلاة أكتر من اللي جنبي، ده أنا صمت مثلا 500 يوم أكتر من التانيين، يبقى لي أجر أكتر؟ ده انا ما اعرفش عملت ايه، ده انا كنت بصوم للساعة كذا، ده انا سويت كذا. يسويني باللي صام يوم ولا اللي صام ساعة؟ اقول لك اه،
لأن الله لا ينظر إلى كمية العمل بل إلى الروح اللي بيؤدى به العمل. أنا عايز أقول حاجة، إن ممكن واحد يدفع مئات الجنيهات بل ألوف بل ملايين الجنيهات إلى الله وربنا يساويه بتلك المرأة التي دفعت ثلثين. دفعت ثلثين، ده أنا مش عايز أقول إنه يساويه، ده هو كمان مدح اللي دفعت ثلثين أكتر من اللي لموا إيه ملايين في الخزانة، لأن دول مالوا أو دفعوا بطريقة هنشوفها طمعا في المجد وفي الثواب وفي الأجرة، بينما دي دفعت من أعوزها من احتياجها. فالله ينظر إلى نوع العمل. قد يكون اللي اشتغلوا في الساعة الواحدة في الساعة الحادية عشرة أنتجوا كمية شغل أكتر من اللي اشتغلوا من الساعة الإيه؟ الأولى. قد يكون نوعية إنتاجيتهم نقوا العنب الكويس الجيد طلعوا ثمر حلو، إنما التانيين عمالين يلموا أي كلام. دول اللي عندهم رجاء، دول اللي عندهم ثبات، قد يفوقوا اللي اشتغلوا من أول ساعة. عشان كده ما هيش ربنا بيوزنها بالميزان زي ما الفكرة في الأديان الأخرى، إن ربنا في كفتين، كفة يحط لك فيها الحسنات والكفة الثانية يحط لك فيها السيئات ويبعث لك الملاك يوزن لك الكفة اللي الطب يدخلك على أساسها. لا، ربنا مش بكده، ربنا مش كده خالص. ده شوفوا واحد زي يوحنا الحبيب خدم ربنا سنين طويلة جدا، ده مات في سن 100 وشوية، الله يقبل خدمته. واحد زي يوحنا المعمدان كانت خدمته كم شهر، مجرد شهور قليلة جدا. هل لم يقم بين مواليد النساء أعظم من مين؟ من يوحنا. العملية مش بالطول ولا بالزمن ولا بالكمية، لكن العملية بالنوعية. عشان كده يمكن خدمة يوم واحد ربنا يخدم فيه الإنسان يخدم فيه ربنا في يوم واحد قد تفوق خدمة أيام بل سنين كثيرة لشخص آخر كان بيخدم ربنا منذ الإيه؟ صغر. وبعدين ربنا بيقول من خلال هذا المثل مبدأ لازم ناخد بالنا منه، أن الله يعطي ليس لأننا نستحق، لكن لأن النعمة نعمته تعطينا من جوده ومن صلاته. هو لا يعطي أجرا ولكنه يهب هبات. اوعى تفتكر انك هتاخد مكافأة أجرة لإيه؟ لشغلك. احنا كلنا مديونين لله، الله ليس مديون لاي احد فينا. محدش هيجي يقول لربنا انت مديون لي، انا شوف كنت بصوم وكنت بصلي وكنت بعمل وبعشر زي الانسان الايه في الريسي. عايز يطلع ربنا مديون ايه ليه؟ يبقى انا من حق انك تدفع لي لاني بصوم وبصلي وبعشر ومش زي بقيه الناس الخطاه. يقول له يا حبيبي انت ما انتش فاهم الملكوت. الملكوت ما هوش أجرة تنالها عن استحقاق، لكن الملكوت ده هبة، نعمة مجانية من جودي ومن إيه؟ ومن صلاحي. لأنه كده يقول في حتة تانية مهما عملتم فقولوا إننا إيه؟ عبيد بطالون. عملكم ده ملوش إيه؟ قيمة، ملوش وزن عندي. الكل اللي بيشتغل هياخد دينار، وهنا نكتشف اجمل حاجة ايه هو الدينار ده. هو الدينار ده زي ما اتكلمنا عنه ان هو اجر كل يوم ويعطي حياة للانسان من خلال ايه؟ احتياجاته. كان الدينار ده هو حياة كل يوم، او بمعنى اكبر الدينار ده هو الحياة الابدية، هو الحياة التي تستمر الى الابد. وربنا لا يرضى او لا يرضيه ان يعطي اقل من هذا الدينار لكل انسان حتى لو كانت خدمته قصيرة لمدة ساعة.
ليس اقل من الحياة الابدية ان تأخذها. عشان كده ده يورينا فكرة ليه الجميع ايه تساووا، لان الجميع سينالوا حياة ايه ابدية. دي اقل مكافأة، ده الدينار. خدوا بالكوا ان الدينار كان يترسم عليه صورة مين؟ صورة الملك. كأن هذا الدينار ان الله يعطيك ذاته، يعطيك صورته، يعطيك مثاله، يعطيك حياته. مش ممكن اي حد يخدم ربنا يخدمه بامانة وبرجاء وبحب ينال اقل من ذات المسيح او من نفس المسيح، ينال حياة ابدية. عشان كده هذا الدينار جسد ودمه، من يأكلني يحيا ايه بيا. مفيش حد بياخد حتة من المسيح صغيرة، يعني حتى في طقس التناول ان اقل جوهرة اقل فتفوتة تساوي ايه المسيح كله، تساوي الحياة الابدية كلها. هذا الملك انه يعطي هذا الدينار صورته، رب الكرم يعطي ذاته للفعل اللي بيشتغل عنده. الملكوت ما هوش اجرة الواحد هياخدها يحطها في جيبه ويكنز. لكن افهموا ايها التلاميذ اللي عايزين ياخدوا امتيازات وحاسين بأقدمية، وايها اليهود افهموا، وانتوا يا ناس افهموا، ان الملكوت انما اقدم ذاتي، أقدم حياة أبدية من خلالي لكل من يعمل معي في كرمي. ما هوش الملكوت الجنات اللي بتجري من تحتها الأنهار، لأن ملكوت الله ليس ذهب وفضة، ليس أكل وشرب. لكن ملكوت السماوات هو شخص المسيح ذاته. زي ما شفتوا كان في نوعين من الفعلة، نوعين من الفعلة. بصوا كده للفعلة بتوع الساعة الأولى والفعلة بتوع الساعة الحادية عشر. النوع الأول كان بيشتغل على حسب إيه؟ اتفاقية، تعاقد. تعاقد، عاملين عقد اتفاق بشروط. تشتغل اليوم تاخد إيه؟ دينار. وهو يفضل هاري نفسه في الشغل طول اليوم مستني الإيه؟ الدينار. ده بيشتغل من أجل الأجرة، مع أنا أتعب أنت إيه تدفع. اشتغلوا لكي ما ينالوا أجرا، وكانوا عارفين الأجر بتاعهم إنهم هيشتغلوا ياخدوا إيه دينار. لكن النوع الثاني ما كانش معاهم عقد عمل، ما كانش معاهم اتفاقية، وما اشتغلوش علشان الأجر اللي هو في ذهنهم. شوفوا قالوا له ايه، ده هو قال لهم تعالوا اشتغلوا واعطيكم ما يحق لكم. طب يا رب انت ما حددتش. دول قبلوا ان هم يشتغلوا مع ربنا من غير ما يعرفوا الايه الاجرة، وافقوا فيه اللي انت تجيبه، اللي انت تدفعه، اللي انت تدهولنا يا رب. ده مفيش عدل، ده ظلم، زي الناس اللي اتدمرت. لكن في واقع الامر اصحاب الساعة الحادية عشرة دول مش بس كان عندهم رجاء ومثابرة وانتظار، لكن كان عندهم فضيلة حلوة جدا ان هم اشتغلوا من غير ما يعرفوا هياخدوا ايه. لكن كانوا واثقين في رب الكرم انه هيديهم ما يحق لهم. ما كانش اتفاق، ارادوا ان يشتغلوا وحس اللي هم ما يكونوش بطلين، ما يكونش غير مرغوب فيهم، ما يكونش بلا قيمة، لأن البطالة دي شيء وحش. لكن تركوا أن اللي يحدد الأكل هو السيد، وهم كانوا واثقين في قوله أن حيديهم اللي يحق لهم. النوعين دول بيمثلونا إحنا دلوقتي. في ناس بتشتغل مع ربنا بعقل من أجل الأجر، من أجل الثواب. صمنا وصلينا وحضرنا معرفش اجتماعات وتعذبنا لما طلعوا عينينا في الصيام ومعرفش في ايه وايه وايه، ها هتدفع كام؟ الاجر بتاعنا الدينار عايزينه.
اشتغلوا من اجل الاجر والثواب زي بطرس. ماذا يكون لنا؟ هتدفع كام يعني؟ بل في ناس تانية بيشتغلوا من غير عقل، اشتغلوا من اجل الحب، سايبين المكافأة والاجر في ايدين رب الكرم، لانهم واثقين من حبه ومن عدلته ومن نعمته ومن غناه ومن رحمته اللي انت تدفعه يا رب، بس احنا نشتغل في كرمك. يكفينا فرح اننا نعمل في كرمك. عشان كده المسيح قال لهم اخرون يكونون اولون واولون يكونون ايه؟ اخرين. في ناس بتشتغل في الكنيسة في الحياة الروحية وقد تنال اجر ضخم جدا، لكن ربنا في الملكوت يحسبها فين؟ في الاخر. يعني ايه اشتغل في الكنيسة او في الحياة الروحية؟ واحد اشتغل في الحياة ربنا وربنا بارك له واداله ثروة واداله اسرة واداله جاه واداله 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 او اداله عطايا روحية، خلى بطرك او اسقف او كاهن او خادم او معرفش ايه، واداله رتب وكان ليه شنة ورنة في الكنيسة وكان اخد مركز كبير قوي في الكنيسة، لكن ده يكون فين في الاخر؟ في الملكوت السماوات فين؟ في الاخر. اولون يكونون ايه؟ اخرون. بينما ممكن واحد تاني لاخد رتبة كهنوتية ولا خد درجة شموسية ولا خد احتياجات مادية ولا خد اي حاجة خالص ولا حد يعرفه حتى في الكنيسة ومجهول من الكل، وفي اخر الليستة لما يجوا يحطوه في الكنيسة يعني حسب الاقدمية اللي ماشيين عليها يحطوه اخر واحد، لكن في قانون الملكوت هو ايه؟ في الاول. عشان كده ربنا ليه قياسات مختلفة عن القياسات البشرية اللي احنا بنعيش بيها. لكن بيورينا بقى في موقف الفعلة دول لما جم ياخدوا الحساب موقف صعب قوي. في ناس بتشتغل من اجل انها طمعانة في الاجرة وبتيجي الكنيسة عشان عايزة اجرة، عايزة ربنا يوفر لها شغل باستمرار ودخل مادي كويس ويديها ارتباط او اسرة كويسة ويديها اولاد ويديها سلام ويبعد عنها الامراض ويحل المشاكل باستمرار، شغالة من اجل الايه؟ الاجرة. ادينا بنيجي وبنصوم وبنصلي وبنحضر اجتماعات، بتدفع كام يا رب؟ الناس دول على فكرة يفضلوا طول عمرهم طماعين وحاسين باستمرار ان اللي خدوه مفيهوش الايه؟ الكفاية، وحاسين ان غيرهم بياخد اكتر ايه منهم، بينما هم يستحقوا اكتر من غيرهم. الناس اللي عايشة الحياة الروحية بهذا المادة، اشمعنى انت يعني يا رب وفقت فلان في انه يرتبط بالشخصية الفلانية وبعدين اديته العربية الفلانية وبعدين وفقته في الشغلانة الفلانية واديته البلد، وانا يعني ما اديتنيش حاجة، ما انا قاعد معاك من الصبح لحد بالليل، ما انا بصوم لك كل الصيامات، ما انا بصلي لك 7 صلوات، اديتني ايه؟ ده الانسان اللي بيعيش حياة روحية من اجل الطمع، عايز ربنا يقول له انا عايز اديك حياة، عايز اديك الدينار. ما تبصش للحاجات سواء كانت روحية او مادية، لكن ركز نظرك عليا على صورتي اللي موجودة على الدينار. بطرس ده كان يعني لو انتم ملاحظين لحد دلوقتي بقى عنده عقلية حسابية جبارة، كل حاجة بيحسبها بايه؟ بالارقام. اخويا يغلط فيا كم مرة؟ ادي الحسبة، سيبنا كل حاجة هتدفع كام؟ احسب الايه؟ الحسبة. بقى عقله حسابي جدا، كل حاجة هاخد قدامها قد ايه. ملكوت السماوات لا يقوم على اساس المبادلة او انت هتقدم ايه هتاخد ايه مقابلها، لكن ملكوت السماوات اكبر من كده كتير، هو نعمة الله وعطية الله المجانية. عشان كده انا بقول لكم ان هذا المثل ينطبق على ملكوت السماوات هنا على الايه؟ على الارض، الناس اللي عايزة باستمرار من ربنا، لان في السماء محدش هيحسد التاني،
محدش هيتذمر على ربنا ويقول انت دفعت لدول زي او دول يعني اشتغلوا اقل مني واديتهم زي، لا بالعكس الكل فوق فهيبقى فرحان بمين؟ بشخص الايه؟ المسيح. محدش هيحسد التاني. والعجيبة انه لما جه يقول للوكيل وقال له ابتدي تدي الاجرة من مين؟ للاخرين للايه؟ للاولين. وكأنه قصده انه يعرف الاولانيين ان الاخرانيين دول هياخدوا ايه زيهم. بس كان ممكن يتجنب هذا التذمر بان يدي الاولين الاول ومشيهم بقى ما يعرفوش التانيين خدوا ايه، لكن ده كان قصده انه يعرفوا اللي اشتغلوا من الاول ان الاخرين هياخدوا زيهم نفس الدينار عشان الكل يعرف بالمساواة، والكل يعرف انه بيعطي هذا الاجر او هذه المكافأة كهبة، ليس على سبيل دين زي ما بولس الرسول بيقول، مش على سبيل استحقاق، ولكن دي عطية من الله للانسان. اشتغل الاول زي اللي اشتغل في الاخر. فهم تذمروا، يقول وبينما هم يأخذون تذمروا على رب الايه؟ البيت. من النظرة الشريرة الحسادة، او من النظرة الطماعة اللي باستمرار حاسة ان هي ما خدتش ما فيه الكفاية وان غيرها بياخد اكتر منها. تذمر على رب البيت بدل ما يدرك حب رب البيت اللي دعاه الى القرن واداله كسبيل النعمة وليس على سبيل الدين او على سبيل الاجرة. خليته يتذمر على رب الكرم. تعبير صعب قوي. بينما هم يأخذون تذمروا، ده قالوا له لقب حلو. احنا اللي اتحملنا ثقل النهار وحره، ودول اللي جايين لي ساعة الغروب يشتغلوا في الظل، تديهم زي ما تدينا؟ مش ده لسان حالنا كل ما بنعيش شوية مع ربنا؟ احنا اللي اتحملنا ثقل النهار وحره، ده احنا كنا بنقف لما رجلنا تتكسر في الصلاة، ده احنا صمنا لما الزيت نحر قلبنا ثقل النهار وحره، ده احنا اللي عدنا نحضر درس الكتاب وطلع عينينا وهو عمال يتكلم في درس الكتاب لحد ما زهقنا ثقل النهار وحره، ودول يعني اللي اشتغلوا لي في الظل تديهم زينا؟ كان حقهم يتذمروا لو هو انقص الاجره اللي اتفق ايه عليها، لكن هو قال لهم انا اتفقت معاكم على دينار. واللفظ اللي ربنا بيستخدمه في هذا المثل صحصحه كده ليه شويه، يقول له يا صاحب اما ظلمتك بشيء؟ اما اتفقت معي على دينار؟ يا صاحب، كلمه يا صاحب دي المسيح قالها 3 مرات. قالها لمين؟ قالها في هذا المثل اول مره، ثاني مره في المثل الراجل اللي دعي الى العرس ولم يكن لابس ثياب الايه؟ العرس، دخل وقال له يا صاحب زي جيت هنا، وثالث مره ليهوذا لما جه ايه؟ يسلم يا صاحب لماذا جئت؟ خدوا بالكم ان الثلاثه في المثل اللي بيتذمر عليه بيقول له يا صاحب، والغير مستعد ولابس ثياب العرس بيقول له يا صاحب، ويهوذا الخائن بيقول له يا ايه؟ يا صاحب. بس الثلاثة كان ليهم دينونة، الثلاثة كان ليهم موقف ايه؟ وحش. عشان كده خدوا بالكم من كلمة يا صاحب، لأن الله يترفق جدا بالخطاة حتى أيضا من أجل نعمته عشان يفوقوا. اللي بيتذمر يبطل تذمر، واللي مش لابس ثياب العرس يلحق يلبس ثياب العرس، واللي بيخون يفكر انه ما زال يدعوه يا ايه؟ يا صاحب. كان التلاميذ فاكرين ان هم حينالوا اكتر من غيرهم لاتباعهم المسيح قبل الجميع وتركهم اشياء كتيرة من اجل المسيح، لكن المسيح بيصحح فكر الملكوت ان الكل هياخد اجر ايه؟ متساوي. الملكوت مش زي ما انتوا فاهمينه، لان كل الخناقات بينهم مين هو الاعظم فينا في ملكوت الايه؟ السماوات. وزي ما هنشوف دلوقتي ان بعد الحادثة دي تيجي ام يوحنا ويعقوب وتقول له حط واحد على يمينك والتاني على ايه؟
على شمالك لسه عايزين ياخدوا اكتر من غيرهم، مش فاهمين الملكوت. بس اللطيف في هذا المثل ان يقول لنا ان الشغل يوم واحد لكن الاجرة هتبقى اجرة ايه؟ ابدية، متساوية وابدية. هتتعب يوم واحد وربنا بيدعوك زي ما شفنا في اي وقت منه انك تشتغل، بس اشتغل هذا اليوم. ما ينبغي ان اعمل ما دام يوجد ايه؟ نهار. في نهار ينبغي انك تعمل فيه، لانه ما قالش ان في ناس كانت واقفين في الساعة الثانية عشر، هو قبل لحد ايه؟ الساعة الحادية عشر، لكن الساعة الثانية عشر ده كان خلاص دخلت الايه؟ الظلمة، انتهى الوقت. عشان كده اشتغل اليوم وتاخد اجر ابدي، وهو يدعوك في اي يوم، هذا اليوم يرمز الى حياتك، وتأخذ ذلك الأجر الأبدي. طب واحد يقول بقى يعني طب ما هي بقت حاجة حلوة قوي ان الواحد يستنى على الساعة الايه؟ 11 ويشتغل فين؟ في الظل، وياخد الأجر الايه؟ الأبدي. ومين قالك انك هتستنى للساعة 11؟ ما انت ممكن تتاخد في الساعة 7، ممكن تتاخد في الساعة 4. بس بدل ما خوفك بكده، لا، في حاجة فايتانا، ده في لذة وفرحة في العمل مع المسيح. الناس اللي اشتغلوا في الساعة 11 حرموا 4 ساعات رئيسية من ساعات النهار من انهم يتمتعوا بالسيد المسيح. وده اللي بيقوله القديس اغسطينوس: تأخرت كثيرا جدا في حبك ايها الجمال الايه؟ الفائق. ده انا اللي خسران. عايز تستنى للساعة 11، هي المكافأة مضمونة لكن الوقت بتاعك مش مضمون. لكن اكتر من كده، انك هتتحرم من لذة او فرحة العمل في كرم المسيح. ده للانسان اللي فاهم ملكوت السماوات ايه؟ صح. لكن اللي حاسس ثقة للنهار وحره طبعا يقول لك خليني للساعة الايه؟ 11. لكن ده أغسطين يقول انا اسف جدا على السنين اللي ضاعت من عمري وانا محروم من لذة العمل في كرمك. تأخرت كثيرا جدا في حبك ايها الجمال الفائق. بس خدوا بالكم ان مش معنى هذا المثل ان خلصنا باعمالنا، لان قلنا ان الاعمال دي ما هياش هي اللي تستحق الملكوت، ولكن الاعمال هي شرط لنوال الايه؟ الملكوت. محدش يقدر يدفع ثمن الايه؟ النعمة، لكن شرط. تاني حاجة ان مفيش حسد ما بين القديسين في ملكوت السماوات في مجيئه التاني. ثالث حاجة، مش معنى ان الكل هياخد اجر متساوي ان يعني انا هبقى زي الانبا انطونيوس. ليه؟ لان في امثال تانية وفي كلام تانية ربنا يقول كده، ان في واحد كان ليه 10 وزنات ملك على ايه؟ على 10 مدن. واحد ليه 5 وزنات ملك على 5 مدن. نجم يمتاز عن نجم فين؟ في المجد. لكن الأجرة دينار واحد للكل، حياة أبدية للإيه؟ للكل. عشان كده ده ما بيلغيش هذا المثل تفاوت درجات المجد بالنسبة للناس. في رجاء كبير جدا للإنسان أنه حتى لو كان من أصحاب الساعة 11 أنه يدخل إلى هذا الكرم. هم رجعوا فضلوا مستنيين في المكان، فضلوا في مكان عندهم استعداد ان هم ايه؟ اشتغل. عشان كده قال لهم لم يستأجرهم ايه؟ احد. لم يستأجرهم احد، كان عندهم مثابرة وانتظار ورجاء. لكن ده يورينا ان حتى لو انفتحت قلوبنا للدعوة وللعمل حتى في الهذيع الاخير، الله يقبل ويعطي مكافأة كاملة.
فعشان كده قال لهم ان بس عكس الايه اللي قالها في الاصحاح اللي فات. الاصحاح اللي فات قال اولون يكونون اخرين، هنا قال اخرون يكونون ايه؟ اولين، لانه دلوقتي بيركز على الايه؟ على الناس اللي جايه متاخره. بعد ما كلمهم عن هذا المفهوم، مفهوم الملكوت بهذا المثل، قال لهم كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون، لان في محك بقى هيبتدي يقوله المسيح دلوقتي. الدعوة ممكن تروح لكتير، الكل مدعو، لكن مش كتير بيثبت في هذه الدعوة وفي هذا الاختيار. يقول اجتهدوا، بطرس الرسول، اجتهدوا ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. اجتهدوا انكم تثبتوا في هذه الدعوة، لان ياما الناس دعوا وفشلوا وما كملوش. وبيحط المحك السيد المسيح بعد كده في موضوع الايه؟ الصليب. كل ده بينظف ذهن التلاميذ من الذهن اللي موجود فيهم ان هم تبعوه من الاول وان هم تركوا اكتر من غيرهم، يبقى هم ليهم الايه؟ الافضلية. فيروح نقلهم عن فكر الملكوت والصليب. ابتدى يكلمهم لثالث مرة. احنا شفنا لحد دلوقتي كم مرة قبل كده؟ مرتين. المسيح بيتكلم بتصريح علني يسبق فيصف ايه؟ آلامه وموته وقيامته. دي المرة الثالثة والأخيرة اللي المسيح بيكلم التلاميذ فيها بمنتهى العلانية عن آلامه وموته وقيامته وصليبه. بيقدم لهم فكر الملكوت، المحك، ان في كتير هيدعوا، لكن مين اللي هينتخب؟ اللي هيقبل الايه؟ الصليب. فابتدى يقدم لتلاميذه فكر الصليب. يقول وفيما كان يسوع صاعدا الى اورشليم. عارفين ان اورشليم كانت على جبل، وكان ده عيد الفصح الاخير للسيد المسيح، الصعود الاخير للمسيح لاورشليم. صاعد في الطريق الى اورشليم، وزي ما نقرا في مرقس وفلوقة يقول وكان المسيح يتقدمهم. يتقدمهم يعني المسيح كان ماشي فين؟ قدام بنشاط، كأنه عمال ايه؟ يمد، لان الصليب مرسوم قدامه، وهو رايح للصليب باندفاع وباشتياق وبرغبة. ابتدى قال لهم ان احنا رايحين اورشليم، وبعدين خد التلاميذ على انفراد. ليه على انفراد؟ لان الوقت ده كان وقت عيد الفصح، وكانت كل الناس بتبقى زحمه الطريق لايه؟ لاورشليم. في دوشه، ناس كتيره من اليهود من كل مكان جايين وطالعين لايه؟ لاورشليم، وقت عيد الفصح. فالسيد المسيح خد التلاميذ على انفراد من دوشه السكه وعزلهم وقال لهم خدوا هذا السر. ابتدى يكلمهم عن الامه وموته وقيامته. وهو في الوقت اللي دخل فيه الخراف الهيكليه لتقدم كذبيحة في عيد الفصح، المسيح أيضا بيعد نفسه وهو صاعد إلى أورشليم يتقدم التلاميذ. قال لهم على انفراد شوية نقط مهمة قوي. يقول لهم إيه؟ ها نحن صاعدون إلى أورشليم. طب ما احنا عارفين إن احنا رايحين أورشليم، لكن ليه بتقول دلوقتي أورشليم بتذكرها؟ عشان بيقول لهم ده محل موتي، ان انا لابد ان انا اموت فين؟ في اورشليم. لا يمكن ان يهلك نبي خارج اورشليم، لابد ان انا اقدم في اورشليم، مدينه الملك الايه؟ العظيم. فقال لهم عن محل موته، وبعدين قال لهم ان المره دي اللي هموت فيها دي ساعه الموت. يقول ابن الانسان يسلم الى الكهنة والكتبة. يسلم بواسطة مين؟ يهوذا، بواسطة الايه؟ الخائن. هتشوفوا المسيح بيصف آلامه النفسية والجسدية وصف دقيق جدا.
ألام الخيانة اللي كان شايفها إن يهوذا هيسلمه هيبيعه. بس أكتر من كده، كلمة يسلم ليها معنى أكبر من كده. مش يهوذا اللي سلمه، مين اللي سلم المسيح؟ الآب. الآب الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا أجمعين. عشان كده نشوف بطرس في سفر أعمال الرسل وهو بيوعظ يقول مسلما بمشورة الله السابق وعلمه السابق، بمشورة المحتومة وعلمه السابق. مش انتوا اللي سلمتوه، ده الأب هو اللي بذله. عشان كده صرخ لماذا تركتني. وبعدين يقول لأيدي رؤساء الكهنة مجمع السنهدرين، ويشوف الظلم اللي عيقى عليه. تخيلوا واحد عارف انه هيتظلم ورايح للمكان وهو عارف انه هيتظلم. وبعدين للأمم يسلمونه الى الأمم يهدؤون به. ألم الهزل والاستهزاء بشخصه، ومرقس يزود ويتفلون عليه. وبعدين الآلام الجسدية، آلام الجلدات ويجلد. بعدين تكلل كل هذه الآلام بالصلب ويصلب، ولكن في اليوم الثالث يقوم. ولم تكن في لحظة من اللحظات القيامة غائبة عن نظر السيد المسيح. اتكلم عن الصليب تملي بارتباط القيامة، كأن المسيح عمال يعدد أنواع العقوبات اللي هو هيتحملها ويتعرض ليها، وكأنه بيقول ان العقوبات دي بقى مش بيبصلها كعقوبات، لكن بيبصلها كواجب عليه هو بيأديه. كأنه بيراجع نفسه عليا ان انا اسلم للخيانة وللظلم وللاستئذاء وللجلد وللصلب وللقيامة. بيبص للألم دي كواجب عليه مش كعقوبة. وهو في حركته بيتقدم التلاميذ بالرغم الآلام المرسومة قدامه، لكن بيتقدم باشتياق لكي ما يتمم الواجب اللي عليه، عشان يعمل الواجب اللي عليه. كأن ربنا يصر بأن هو يعمل هذا الواجب ويقبل هذه الآلام، بل يفتخر بيها، بل هو مخصوص جه علشانها. بالرغم من انه زي ما بنشوف في انجيل معلمنا مرقس ولوقا انه كان بيكرر لهم العباره دهيت، لكن التلاميذ ما كانوش فاهمين، وكانوا متحيرين وكانوا خايفين لما بيكلمهم عن الموت. لكن المسيح كان يقصد انه يكرر هذه العباره حتى بدون فهم التلاميذ عشان يحفظوها، عشان لما تمت الاحداث دي كلها وبعد القيامة ابتدوا التلاميذ يتذكروا العبارة اللي حفظه لهم ابن الانسان يسلم الى يدي رؤساء الكهنة ويجلد ويسلم للامم ويقوم. افتكروا كل الكلام ده، فعرفوا انه سلم نفسه بارادته، ان مفيش حاجة تمت فرضت عليه، لكن هو قبل كل هذه الالام بارادته من اجلنا، حب لينا. كان شايف كل العقوبات دهيت ما خدهاش كعقوبة، لكن خدها كواجب يقدمها من أجل البشرية. فحط المحك بعد فكر الملكوت الصحيح اللي قاله في مثل الفعلة، حط المحك إن في كثيرون يدعون لكن قليلون ينتخبون. والانتخاب هيكون على أساس قبول الصليب. شفتوا المثل ده في معناه اللي كان متابع من الاول، في معناه خطير جدا بيصحح لنا مفاهيم كتيره جدا في الحياه الروحيه وفي جهادنا وفي عمل النعمه في الملكوت السماوات. لما ترجعوا بقروا المثل ده تاني واحده بواحده كده وافتكروا كل الكلام اللي اتقال. في حد يحب يسال حاجه او يعلق على حاجه؟ بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. نكمل دراستنا في انجيل معلمنا متى الاصحاح 20 من عدد 20. متى 20 عدد 20 صفحة 360. حينئذ تقدمت اليه ام ابني زبدي
مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابني هذان، واحد عن يمينك والآخر عن يسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربها أنا، وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ قال له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، والصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اغتاضوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما ليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. وفيما هم خارجون من أريحة تبعه جمع كثير، وإذ أعميان جالسان على الطريق، فلما سمع أن يسوع مجتاز صرخ قائلين: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. فوقف يسوع وناداهما وقال: ماذا تريدان أن أفعل بكما؟ قال له: يا سيد أن تفتح أعيننا، أن تنفتح أعيننا. فتحنن يسوع ولمس أعينهما، فللوقت أبصرت أعينهما، فتبعاه. والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا المرة اللي فاتت موضوع الملكوت والأجرة والمكافأة، وفهمنا إيه معنى الأجرة اللي كان بيطلبها بطرس الرسول مع التلاميذ، واللي المسيح أصر عليها لما قالوا له: احنا تركنا كل شيء وتبعناك، ماذا يكون لنا؟ فتكلم عن مثل الفعلة والكرم، وطلع ان كل واحد هياخد اجرة عبارة عن دينار، وتكلمنا بالتفصيل عن معنى هذا الدينار. وبعدين حتى اللي كان فينا بيحضر تسبيحة 7 و4 طوال شهر كياك، اخر التسبيحة خالص في حاجة اسمها طرح الفعلة. طرح الفعلة ده بيتكلم عن الناس اللي اشتغلوا في حقل ربنا والمكافأة بتاعتهم. فكأن حتى فكر الكنيسة وهي بتستقبل شخص المسيح، وشفنا لما شفنا الدينار اللي عليه صورة الملك، الدينار ده اللي بيقدم الملك ذاته أو نفسه للإنسان، عايزة تقول لينا من سهرنا ومن تسبيحتنا ومن استعدادنا في خلال الصوم وفي خلال التسبيح في شهر كياك، ان المكافأة هي شخص السيد المسيح ذاته نفسه اللي احنا هنحتفل في نهاية شهر كياك بميلاده. وبرغم ان بعد ما السيد المسيح اتكلم عن الاجرة في الملكوت او المكافأة في الملكوت ووضحها كويس قوي ان الكل متساوي في اخذ الدينار، وبعدين ابتدى يكلمهم عن موضوع الصليب، ان ابن الانسان يسلم ويصلب ويموت ويقوم، إلا أن حصل موقف باير أو موقف عجيب يورينا قد إيه أن التلدنا فهم للي بيقوله السيد المسيح. السيد المسيح بيقول أن هو يسلم للموت وللإهانة وللضرب وللصلب وللموت وللقيامة، لكن تيجي أم ابني ذبدة بدفع منهم أو بزقة منهم روح يكلميه، عايزين واحد يجلس عن اليمين والآخر عن اليسار في الملكوت. فابتدى السيد المسيح يتكلم في النقطة الخامسة
الملكوت والعظمة والكرامة. اتكلم عن الملكوت والزيجة، الملكوت والبتولية، الملكوت والمكافأة والأجرة، الملكوت والمغفرة، وبعدين دلوقتي بيتكلم عن الملكوت والعظمة ومفهوم العظمة في الملكوت. ايه هو مفهوم العظمة؟ ده اللي السيد المسيح بيعلنه للتلاميذ. ايه هو مفهوم الكرامة؟ كان قبل كده اتكلم عن الملكوت والطفولة، دلوقتي بيتكلم عن الملكوت والخدمة. كأن الخدمة هي سر العظمة الحقيقية. التلاميذ لسه بيفكروا في ملكوت المسيح من جهة الجزاء الشخصي او المكافأة الشخصية، هنقبض ايه او هناخد ايه، ايه الامتيازات العالمية الدنيوية اللي انت ممكن تدهلنا لما نمشي معاك. لسه السيد المسيح في الاصحاح اللي فات قال لهم ان انتوا في مجيئي في التجديد تجلسون على 12 كرسي حواليا. فيعقوب يوحنا قال لك بس انا عايز الكرسي اليمين والايه، مش نلحق نحجز الكرسيين اللي ايه اللي جنبيك، ما كل واحد بفكره. بطرس وفكر العظمة والاول، وان ده خد ان هو على هذه الصخرة ابني بيعتي، وكان بطرس ويعقوب يوحنا الثلاثة المقربين باستمرار من السيد المسيح في اغلب تجوالاته او في اغلب معجزاته، هم عايزين يلحقوا كمان مكانهم. بطرس وخد ان هو صخرة، طيب يبقى احنا ناخد على الاقل الكرسي اليمين والكرسي الايه الشمال حواليك. مازال موضوع الملكوت في ذهنهم برغم من توضيحات السيد المسيح كلها، الا انهم عايزين حاجة شخصية ليهم، امتياز شخصي، امتياز اكتر من التانيين. رغم لسه نكلمهم ان الكل اللي اشتغل في الساعة الاولى زي اللي اشتغل في الساعة الحادية عشر خد دينار، لكن دول عايزين امتياز. انت قلت في 12 كرسي، يعني كل واحد فينا ليه كرسي، طب احنا عايزين اليمين والشمال اللي ايه اللي جنبيك، امتياز عن الاخرين. وان كانوا هم لجأوا فان هم عايزين الامتياز ده هو والعظمة ده هي عن الطريق السهل، طريق الوسطى. زقوا امهم، المهم دي اللي هي يقال في التقليد ان هي سالوني اللي خدمت السيد المسيح من اول ايه ولادته، وكانت قريبة العذراء مريم، ورفقت السيد المسيح في تجوالاته، وكانت واقفة حتى عند الصليب مع مريم المجدلية ومريم امه، فهي قريبته. زقوها بملكي من دالة، بملكي من ارادة، هتلنا الكرسي اليمين والكرسي الايه الشمال. فتقدمت هي وابنها وسجدت ليه، سجود حلو وطريقة حلوة للتقدم لطلب من الله، زي ما كلنا بنسجد. وبالرغم انها طلبت طلب عجيب يدل ان هي واولادها وكل التلاميذ مش فاهمين حاجة عن الملكوت خالص، الا ان النقطة الحلوة اللي في ام زبدي، في ام ابني زبدي، ما طلبت من اجل ولادها، ما طلبتش من اجل ايه نفسيها، طلبت من اجل اولادها. عايزين يقربوا منك، عايزين واحد يبقى عن يمينك والتاني يبقى على شمالك. فيقول الكتاب انها طلبت منه شيئا، يعني جت قالت له اعمل لي حاجة، عايزة منك حاجة، نافقة الدهاني. فهو قال لها ماذا تريد؟ او ان كان يعني سيد المسيح بيكشف اللي جواها، ماذا تريدين؟ انت عايزة ايه؟ عايزة اعمل لك ايه؟ خدوا بالكم ان السؤال ده هيتكرر مرتين في الجزء ده من الاصحاح، مرة مع ابني غبدي
مرة تانية مع الاثنين اللي كانوا ايه اهنان. كان السيد المسيح باستمرار يقرب من كل واحد كده منا ويقول له انت عايز ايه، انت عايز ايه. نقعد نصلي ونسجد صوم ونتشحتف شوية يعني، وعايزين ترباط وعايزين تعمل لنا معرفش الموضوع الفلاني وتدينا الحاجة الفلانية. فبيقترب من كل واحد يقول له انت عايز ايه، ايه اللي انت عايزه، ايه مفهومك في الاخذ مني، ايه مفهومك في الملكوت اللي انت عايز تعيشه. شوية امتيازات، شوية تسهيلات، شوية مواضيع تتحل، وهم دول اللي يعني عارفين حياتك وتعبينك وحطتهم مظلوم بسببهم، عايز شوية حاجات من ربنا، شوية عطايا، امتيازات، تسهيلات، وسائط، ماذا تريد؟ وكأنه يعاتب كل واحد فينا، انت لحد دلوقتي ما انتش فاهم الملكوت ايه هو، فاكره في شوية امتيازات وتسهيلات انت عايزها. بس التلميذين دول يعقوب ويوحنا بالرغم من انهم ما كانوش فاهمين حاجة خالص، لكن كان فيهم لقطة حلوة برضك. ده لسه السيد المسيح بيكلمهم عن الصلب وعن الاستهزاء وعن الموت وعن الألم، يبقى ابن الإنسان يصلم. لكن برغم ان هو كلمهم عن الصليب والاستهزاء، لكن ده ما كانش شاغل بالهم. كان عندهم ثقة ان صحيح المسيح هيموت، لكن ليه ملكوت، لانه قال ان هو ايه هيقوم. كانوا واثقين من نصرة المسيح بالرغم من كل الألم ده، او كانوا مش واثقين، كانوا متطلعين للرؤية دي، المسيح المنتصر. عشان كده ما زالوا بيطلبوا مكان عن اليمين والايه والشمال في الملكوت. كان عندهم رؤية متفائلة. المفروض المسيح كان بيكلمهم عن الصليب والموت وكل الالام والاستهزاء والحاجات دي، يعني كانوا يتشأموا. كان المفروض يقول على الاقل ما احناش عايزين نقرب منه، يعني مش محدش هيجي يقول له حط لي صليب جنبك على اليمين وصليب جنبك على الايه الشمال، اذا كان الصليب هو ملكوتك. لكن كان عندهم رؤيه متفائله حلوه. وعايز اقول حاجه مهمه وحلوه في نفس الوقت، ان اللي يعاشر المسيح او اللي يعيش مع المسيح حتى بالرغم من حديث المسيح عن الالم لازم يكون متفائل، لازم يكون مبتهج. هما ده اللي اختبروه، كان عندهم تفاؤل برغم ان المسيح بيتكلم عن استهزاء والم وصليب، لكن كان عندهم تفاؤل وثقة في ان المسيح ده لازم ينتصر ولازم يؤسس ملكوته. عشان كده تمسكوا او طلبوا ان هم يبقوا قريبين منه، واحد على اليمين والتاني على الشمال. فبسمهم المسيح برغم ان اللي طلبت امهم، لكن المسيح بس للتلميذين، وهم لستما تعلمون ما تطلبون، انتم مش عارفين انتم بتطلبوا ايه، انتم بتختاروا الطريق السهل الواسطة الشفاعة، لكن انتم مش فاهمين انتوا بتطلبوا ايه. واخشى اقول ان احنا في مرات كتيرة بنطلب من ربنا طلبات واحنا مش فاهمين ايه الطلبات دي اللي احنا بنطلبها، ولا عارفين ايه معناها، ولا ايه خطورتها، ولا ايه ثمنها. فقدمناهم السؤال، تقدروا تشربوا الكاس اللي انا هشربها عشان تملكوا معايا، تقدروا تستبغى بالصبغة التي استبغ بها انا؟ فقالوا له نقدر نستطيع. ايه هو الكاس وايه هي الصبغة؟ كأس الألم. تقدروا تتجرعوا كأس الألم اللي انا هتجرعها؟ تقدروا تصطبغوا بصبغة الموت، بصبغة الدم اللي انا هصطبغ بيها؟ هصطبغ يعني صبغة يعني ايه؟ هنغرز جواها. عشان كده يسمى حتى المعمودية صبغة بابتزما، زي ما تجيب حتة القماش ويغطسوها خالص في الصبغة تطلع بشكل ايه جديد.
فلو انت قدرت تشربوا الكاس والصبغة، الكاس ده حاجة تخش جوايا والصبغة دي حاجة انا اخش ايه جواها. تقدروا الالم يدخل جواكم يبقى الم داخلي، تقدروا انت تخش جوا الالم يبقى الم خارجي. قالوا له اه نستطيع. وهم كانوا فعلا عندهم رغبة وارادة، يعني فهموا طبعا بيقصد الالم، فقالوا له اه نقدر، مستعدين ان احنا نتألم من اجلك ومن اجل ملكوتك. زي ما بطرس كان عنده نفس الاستعداد، وان سابك الكل انا لا يمكن ايه اسيبك. قال لهم انتوا تقدروا؟ نستطيع. قالوا له نستطيع، بس انا ما كانش حاسبين الحسبه كويس، لان ساعه الكاس والصبغه كل سابوا ايه وهرب. عشان كده اقل الناس درايه بسر الالم وبمعنى الصليب والاستباغ بالالم وبالموت هم اكثر الناس وثوقا في انفسهم، لانهم ما كانوش مقدرين، كانوا واثقين في ايه؟ في نفسهم. قالوا نقدر، لانهم ما كانوش مقدرين الصليب. عشان كده احنا في اوقات كتيره لان احنا مش فاهمين يعني ايه صليب، يعني ايه الم، يعني ايه دم، فاوقات كتيره بنبقى متحمسين نقدر نعمل، نقدر نشترك معاك في عملك. اذا كان طلبكم ان انتوا تتقربوا مني، تجلسوا عن يميني ويساري وتبقوا قريبين مني، فده حسن. لكن اذا كان طلبكم ده من اجل انكم تنالوا رفعه وامتياز على الاخرين، دي بقى اللي ايه مشكلة. عايزين تبقوا يميني وشمالي عشان تبقوا لكم امتياز اكتر من التنين، دي اللي مشكلة. لكن عايزين تتقربوا مني حلو. هم على فكرة يعقوب ويوحنا بالذات دول اشتركوا في كأس الألم واصطبغوا بصبغة الموت. يعني يعقوب ده كان أول واحد من التلاميذ إيه؟ طارت راسه، سفك دمه من أجل اسم المسيح. كان أول واحد من التلاميذ. ويوحنا ده تحمل ألم كبير جدا، وعاش اكتر واحد في التلاميذ ألم آلام كتيرة جدا، وراح نفي في جزيرة بطمس، لكن مات شهيد، مات ايه موتة طبيعية. يوحنا الوحيد من التلاميذ اللي ما استشهدش. الاثنين اشتركوا في شرب كأس الألم والمرارة، لكن كل واحد بطريقة معينة. لقوا عملة رومانية قديمة مرسوم رسم حلو عليها تور، وقدام التور في مذبح وفي محراب، وبعدين مكتوب تحت العملة او تحت الرسمة دهية لأيهما انت مستعد. تور حاجة من الاثنين، لأن يذبح لأن يحرق، يشتغل فين؟ في الخدمة. فانت يعني بيسأل الطور انت مستعد لانهي واحدة، تتذبح ولا تفضل حياتك كلها ايه تخدم تبر المحرات؟ فكان يعقوب هو الطور اللي اتذبح قدم على الذبيحة، كان يوحنا هو الثور اللي جر المحرات لاخر لحظة من ايه من حياته. لكن هما الاثنين داقوا كأس الالم واصطبغ بيها، فقال لهم انت تقدروا وعايزين. طب افهموا بقى الصبغة والكأس دول معناهم ايه. ما تطلبوش ان انت تقعدوا على يميني وشمالي، لكن اطلبوا انكم تتحدوا بيا. في احسن من ان انت تقعد على يميني وعلى شمالي، في احسن من كده ان انا ابقى فيك وانت تبقى ايه فيا. زي الكأس تدخل جوايا وانا اخش جوه الايه الصبغة جوه البابتزما.
هو ده طلبكم والامتياز الكبير يعني اللي انتوا عايزينه انك تقعد على يميني وانت تقعد على شمالي؟ لا ده في امتياز اكتر من كده، ان الملكوت هو انك تشرب الكأس وتصطبر بالايه؟ بالصبغة التي اشربها انا والتي اصطبغ بها ايه؟ انا. اتحدوا بي ابقى فيكم وانتوا تبقوا ايه؟ فيا. وهنا بعد ما قال لهم تستطيعوا ما قال لهمش لا وما انكرش، قال لهم كنتوا تستطيعوا ماشي اوكي، لكن الجلوس عن يميني ويساري ليس لي ان اعطيهم الا الذين اعد لهم من ابي. كانه عايز يرفع نظرهم الى الاب. لو انتوا عايزين هذا المكان فما هوش ان انا حديه بالمحاباة او بالوسطى او ان امكم تيجي تطلب علشانكم او لمجرد الالحاح او التكرار في السؤال على هذا الطلب، ولكني لا اعطي الا للذين في قصد الاب منذ الازل يريد ان يعطيهم. الموضوع مش بالالحاح او بالمحاباة. عشان كده انظروا الى الاب، اطلبوا القوة من الاب انكم تقدروا تشربوا الكأس وتصطبغوا بالصبغة، مش من ذاتكم تقولوا نستطيع، لكن خدوا موافقة الاب، خدوا معونة من الاب، خدوا قوة من الاعالي. عشان كده قال لهم مش تقدروا تعملوا حاجة الا لما تلبسوا قوة من الاعالي، قوة من عند الآب تعطيكم اتحاد بيه، تشربوا الكأس وتصطبغوا بالصبغة. لكن طريقة السيد المسيح في الحديث مع أم ابنيه داودة ومع التلاميذ كانت طريقة لطيفة وحلوة أوي. أول حاجة كان المسيح جدا رقيق معاهم، رقة متماهية، ما يبخونش، ما زعقلهمش، مش انتوا لسه لحد دلوقتي اغبياء ومش فاهمين حاجه وانا عمال اكلمكم عن موت والم وانتوا عمالين تكلموني على الكرسي اليمين والكرسي الشمال، انتوا ما بتحسوش، انتوا ما بتفهموش، ما قالش كل الكلام ده، لكن جاوبهم برقه متناهيه وجاوبهم بامانه. قال لهم اللي عايز يقعد يمين وشمال لازم يتالم، ما هوش بالطريق السهل، مش بالواسطه، مش انكم تجيبوا امكم وتقولوا لي واحد عن يمين والتاني على اليسار، في الم. وكان المسيح واثق فيهم ان هم هيقبلوا هذا الالم ويجودوا معاه في هذا الالم، لكن حب ان هو يعني يفتح ذهنهم للاتحاد بشخصه، ان قبول هذا الالم من اجل الاتحاد بيه مش من اجل ان هم يقعدوا يمين وشمال. سمع التلاميذ الحديث ده فكان موقفهم من هم ايه؟ اتغاظوا. والعشرة التانيين فرقعوا، كل واحد عمال ياخد له حاجة، كل واحد عمال يطلب حاجة عشان يبقى في امتياز اكتر من الايه؟ من الاخرين. كانت خناقة مين هو الاول؟ مين هو الاعظم؟ مرتين فاتوا المسيح يكلمهم عن الطفولة كعظمة الملكوت، مرتين، ودي ثالث مرة يبتدي ينقلهم بقى على سر العظمة في الخدمة. فيقول الكتاب دعاهم، دعاهم يعني ايه؟ قربهم منه. انتوا كلكم عايزين تاخدوا الوضع القريب مني، تعالوا كلكم. لا يكون فيكم هكذا، اللي عايز يخش الملكوت لا يكون فيه هكذا، ما يبقاش فيه هذا الفكر ان عايز ياخد المتكئ الاول او المكانة الاولى او الامتياز الاكتر. لا يكون فيكم هكذا، ده انا يعني ليا سلطان في الكنيسة اكتر، ليا نشاط اكتر، صوتي احلى وعظاتي اجمل، بدفع اكتر، حضوري اكتر، مش دي الامتيازات كلها، ما تسويش لا شيء في نظر المسيح.
إذا كان التفكير العالمي بيقول أن الأعظم هو اللي ليه سلطان أكتر على الآخرين، صاحب الكلمة المسموعة، صاحب الأمر والنهي، مجرد ما يشاور كده بصباعه الكل ينفذ اللي بيقوله اللي الكل بيخضعوله، ده التفكير العالمي بيقول ان العظيم هو اللي كده. لكن تفكير الملكوت معاكس لهذا تماما. من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكون خادما للكل، للكل. من اراد ان يكون فيكم اولا فليكن عبدا. قال لهم انتوا بتتخانقوا على الكرامة والعظمة والمتكئ الاول والدرجة الاولى، هي مش في صوتك الحلو ولا في وعظتك الكويسة ولا في الفلوس اللي انت بتدفعها ولا في النشاط اللي انت بتعمله، لكن في خدمتك للكل، مش في خدمتك للناس اللي على مدادك واللي عايز تراضيهم والناس التانيين، لا لا، خدمتك للكل، خادم للكل. ما هيش انك تأمر الاخرين فيخدموك ويبقى لك سلطان امر ونهي، ولكن في انك تخدم الاخرين. وبرضك تخدم الاخرين مش علشان تبقى عظيم، ساعات في واحد يخدم الاخرين عشان يبقى ايه، عظيم، عايز يبقى عظيم، لا، لكن تخدم الاخرين من اجل حبك للاخرين، اجل تضحيتك للاخرين، مش من اجل انك تبقى عايز انك تكون اعظم من الاخرين. قد يحترم الناس صاحب السلطان او المركز، ممكن يعجبوا بيه او يفرحوا بيه، ممكن يخافوا منه، لكن ما يحبوش الا اللي بيخدمهم فعلا عن حب، مش نتيجة انه عايز يخدم علشان يظهر او ينال عظمة او ينال مديح. ممكن تشتري الناس، يعني ممكن لو انت كده اي حد فينا ربنا رزقه بشوية فلوس، رزمة فلوس، وطلع وزع رزمة الفلوس دي على الناس، هتلاقي كل الناس بيدعولك ويحترموك ويرحبوا بيك، وانت داخل من باب الكنيسة يدوك تعظيم سلام ويفتحوا لك الباب على الضلفتين، مش لانهم بيحبوك، لانهم بيرغبوا الفلوس اللي معاك، مش هي دي عظمة الملكوت. لكن عظمة الملكوت هي انك تقدم خدمة للكل عن حب، عن حب. ممكن تشتري العظمة المزيفة بسهولة جدا، لكن العظمة الحقيقية اللي المسيح بيقولها يكون خادما للكل ويكون عبدا. تهميم عبد يعني ايه؟ عبد يعني تصل به الحالة انه يكون ملطشة، الضرب، التلتم. العبد كان من حق سيده يعمل اي حاجة فيه. عشان كده عايز يقول ان العظمة انك تخدم الاخرين حتى لو قبلت الاهانة من اجل خدمة الاخرين ومن اجل حبك للاخرين. بنزعل كلنا لما نتهان ان كنا بنعمل خدمة وخلاص مش عاملينها تاني. الناس ليها حكم في العظمة وحكم معين، يتوقف مثلا يقولوا ده عظيم لانه عنده مقدرة عقلية معينة، ذكي، بيفكر كويس. ده عظيم لان معاه درجات علمية معينة، ماجستير ولا دكتوراه. ده عظيم لانه عضو معرفش في لجنة ايه وفي مجلس ايه وليه مركز. ده عظيم لانه عنده رصيد في البنك يساوي معرفش كذا. لكن ده عظيم لانه عنده امكانيات، مواهب، صوت، كلمة، اي شيء. لكن نظرة الملكوت حاجة مختلفة خالص. كل ده لا يسوي شيء في نظر الله، لأن كان ادى مواهب او قدرات فمش من حق الانسان ان يفتخر بيها، ده هو اللي مدهاله، هيدخلوا عليها ازاي. لكن هو يدي العظمة للانسان اللي بيخدم عن حب،
اللي بيقدم للناس خدمة ويشبع احتياجات الناس عن حب. وبعدين اتكلم لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. ابن الإنسان ما جاش علشان يحتل عرش تقعدوا على يمينه وشماله وتاخدوا الامتيازات والتسئيلات، لكن ابن الإنسان جه عشان يطلع على صليب يسمر على صليب. ابن الإنسان ما جاش عشان يبقى أسد مرعب يخدع الكل ويخدع الكل، لكن ابن الإنسان جاء لكي ما يكون حمل وديع يذبح عن العالم كله ويرفع خطية العالم كله. عشان كده كانت تحطمت كل نظريات اليهود اللي كونوها عن المسيا، كانوا حاطين نظريات عن أسد يهوذا الخارج من سبط يهوذا اللي يكون مسيا ويملك كل الأمم ويصنع سلطان ويخدع كل الأراضي ويأتي بمقدرة عجيبة وبعنفوان وبسيادة. كل النظرية دي اتحطمت في صليب المسيح. عشان كده لحد دلوقتي هم مش قادرين يقبلوا المسيح المسلوب كمسيا، لأن المسيح جه حط عظمة حقيقية، عظمة الملكوت هي في المحبة المتألمة وفي الخدمة المضحية. هي دي عظمة الملكوت وكرامة الملكوت، في الحب المتألم وفي الخدمة المضحية. ومفيش طريق تاني غير كده للي عايز يبقى عظيم في الملكوت. برغم انه قال ان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم، لكن هو قبل ان في ناس تخدمه، قبل ان في ناس تخدمه. مش معنى كده انك ترفض خدمة الناس ليك، لا، تقبل خدمة الناس ليك زي ما هو قبل خدمة الناس ليه. كان في نساء كثيرات ينفقن عليه من ايه؟ من امواله. في ناس كثيرة بتستضيفيه في البيت، وفي ناس بتعمل له ولائم، في ناس بتديله الجحش بتاعها. قبل خدمة من الناس، بس ما كانش هدفه ان الناس تخدمه. ممكن تقبل خدمة من الناس، كان تقبل حب منهم او تعبير محبة، لكن مش هو ده هدفك ان الناس تخدمك. ده مش هدفك، ما كانش هدفه انه يخدم، لان هو يملك كل شيء وعنده كل الامكانيات. لكن لما كان حد بيجي يخدمه او بيقدم له حاجة كان بيقبلها كتعبير حب من ذلك الشخص ليه. عشان كده ابن الانسان بيديهم نفسه كمثال. اذا كان قال ان عايز يبقى عظيم يبقى خادم ويبقى عبد، فهو بيقول كده: كان في صورة الله، لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله، ولكن اخذ صورة ايه؟ عبد. فعلا كان ملطشة لطموع على وجهه، استهزأوا بيه، تفلوا عليه، ما تكلمش من فراغ. لكن هو العظمة في الانسان اللي بيتحد في ذلك العبد المتألم، في ذلك العبد المتجسد لاجل خلاصي. بأنفق عمره كله في عمل الخير كما يقول يصنع خيرا، تحمل مشقات كثيرة من أجل أن يعطي الناس ما يحتاجون إليه، واللي يشبعهم واللي يكفيهم واللي يريحهم. لو تفتكروا وإحنا بندرس في أول الإنجيل، في يوم أخذناه كده، المسيح كان بيعظ، وبعدين حتى يعني لما جه وقت الغروب وانتهى اليوم دخل البيت يستريح، لقى حماس سمعان ايه؟ عيان، اشتغل خففها. وبعدين لما الدنيا عتمت ولما كان المساء راحوا جابوا له كل اللي عندهم ايه؟ مجانين وامراض، وهو فضل يشتغل صبح وظهر وبالليل، فضل يشتغل. ما لهمش كفايه نقفل النهارده تعالوا بكره، لكن فضل على طول يشتغل لكي ما يعطي الناس ما يحتاجون اليه. ده انا عايز اقول حاجة تانية كمان احلى، ان خدمة المسيح وتعبه من اجل الاخرين لم ينتهي بوضعه في القبر. مش معنى انه مات واتدفن ان خدمته للناس انتهت، ما بالعكس، ده لحد دلوقتي هو عمال ايه؟ يخدم في السماء فوق، عمال يخدمنا بان يقدم شفاعة كفارية من اجلنا ليل ونهار.
بل حتى قال في المثل عن السيد يقوم فيبكئ العبيد يتمنطق وايه ويخدمهم في خدمة أذلية أبدية بالبشرية. هي دي عظمة الملكوت، الخدمة اللي بتقدم عن حب. الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. إذا كان في واحد مقيد ومستعبد وعبد، عشان تفكه لازم تدفع فديته. واحد أسير عشان تفكه لازم تدفع فديته ثمنه. فكان تجسد السيد المسيح هدفه انه يبذل نفسه فدية عن كثيرين، يدفع ثمن كثير ويتركهم كلهم احرار. مثل قيادة بعبودية الشر وبسلطان الشيطان وبجاذبية الخطية ليهم وبانفصالهم عن الله، جه المسيح يدفع ثمن تحررهم. عشان كده القديس اوريجانس يقول تعبير لطيف قوي عن استراتيجية الله لخلاص الانسان، فبيتكلم عن الحرب ما بين السيد المسيح وما بين اليوسان. اليوسان ده لو ذكر في سفر اشعياء رمز المين للشيطان، تنين الحوت العظيم اللي بيبتلع الكل، الحية المتحورية الحاردة، اليوسان رمز للشيطان. فبيقول ان سيد المسيح اصطاد اليوسان ده بالصنارة، وكانت الصنارة هي الاداة اللي اصطادت الشيطان، والصنارة دي رمز للاهوت المسيح. بينما كان ناسوته الطعم اللي كان محطوط فين؟ في الصنارة. فجين ويوسان يأكل الطعم، الصنارة ايه؟ اصطادته، شدته، طلعته. كان جسده هو الطعم اللي موجود في الصنارة. خدوا بالكم التعبير ده حلو جدا. وريجانس لما قاله كان يقصد هو ناسوت المسيح كان محايد جدا للشيطان. ساعات يتكلموا كإله وساعات يشوفوا في منظر ضعف، فما كانش عارف لحد لحظة الصليب. جه يأكل الطعم، يأكل الناسوت لما مات الايه المسيح. قام اللاهوت عمل ايه؟ شده، اصطاده، بذل نفسه فدية عن كثيرين كطعم لكي ما يسقط ذلك الذي ابتلع الجميع. يحرر الانسان من قبضة الشر ومن قبضة الخطية، ويرجع العلاقة ما بين الله وما بين الانسان اللي كانت انفصلت. بس بيقول تعبير لطيف او يبذل نفسه فدية عن كثيرين. كان ممكن يقول يبذل نفسه فدية عن الجميع. هو صحيح مات من اجل كل العالم، لكن مش كل العالم خد التحرر. نال عمل الفداء. عشان كده في ناس تستفيد من الفدية اللي دفعها المسيح، في ناس تانية ما بتستفيدش. كلمهم عن الملكوت ومفهوم العظمة والكرامة. قبل كده كلمهم عن الملكوت والطفولة، ودلوقتي اتكلم عن الملكوت والخدمة. فان اللي عايز، اذا كنت عايزين تقربوا مني، اذا كنت عايزين تتحدوا بيا، فما فيش طريق تاني غير الحب المتألم، الحب الخادم. مش بمواهبك ولا بمكانتك ولا بفلوسك ولا بدرجاتك العلمية ولا بشغلك، لكن بالحب المتألم من أجل الآخرين. كان الكلام ده في مدينة أريحة، وبعدين فيما هو خارج من مدينة أريحة. المدينة دي كان ليها تاريخ عظيم جدا. عارفين أريحة وسقوط أسوارها أيام رحاب ويشوع، وكانت أريحة دي مدرسة للأنبياء،
في ايام ايليا، وبرضك محمية كان له دور في انه يبني جزء من هذه المدينة، وهيرودس كان بنى المدينة دي كان يسكنها الاف مؤلفة من الكهنة اللي بيخدموا الهيكل لانها كانت قريبة من اورشليم. وزي ما احنا عارفين من المرة اللي فاتت المسيح كان في الطريق صاعدا لايه؟ لاورشليم. كان حواليه ناس كتيرة وزحمة كتيرة. عارفين برضك ان في اريحة حصلت قصة او موقف ما ذكرهوش انجيل معلمنا متى، لكن ذكر لوقا ان في اريحة اتقابل مع مين؟ مين من الشخصيات اتقابلت مع المسيح في اريحة؟ مين اللي طلع فوق الشجرة؟ زكا. ودخل يبيت عند زكا الرجل الخاطئ، بينما كانت في اريحة الاف البيوت من الكهنة. المسيح ما دخلهاش، لكن دخل عند مين؟ عند زكا. فيما هو خارج من اريحة، خدوا بالكم ان دي كانت اخر ايام السيد المسيح على الارض، ما بقلهوش غير اسبوع. عشان كده تلاقي في اصحاح 21 لما قربوا من اورشليم عند بيت فاجي بعتوا باب الجحشين ودخول الايه؟ السيد المسيح لاورشليم وحد الزعف. كان في نهايه ايام السيد المسيح على الارض. وهو خارج من اريحة اتنين عميان كان منهم واحد اسمه بارتيماوس صرخوا يا ابن داود ارحمنا. في زحمة كتيرة، دوشة كتيرة، المسيح كان يد اللي بيتكلم، قعدت الناس تنتهرهم وتقول لهم اسكتوا، هم تزادوا ايه؟ في الصراخ يا ابن داود ايه؟ ارحمنا. نباهم سألهم نفس السؤال اللي سألوا لابن جبدي، ماذا تريدان ان افعل لكم؟ ايه اللي انتوا عايزينه؟ هم كانوا مسحين قوي، الاثنين دول شحاتين قاعدين فين؟ في الطريق في الشارع. سمعوا ان يسوع مجتاز، قعدوا يصرخوا يا ابن داود ارحمنا. قالوا انتوا عايزين ايه؟ لو سألت اي واحد كان اول حاجة يقولوها ادينا الاول ايه؟ فلوس، ده هدفنا من قعدتنا. لكن هم ما طلبوش مال، قالوا ان تنفتح اعيننا. كما ينتظران ويتشوقان لمرور المسيح، ولما جت الفرصة مسكوا فيها قوي بكل قوتهم، برغم ان الجموع انتهرتهم الا ان هم زادوا ايه؟ صراخا. وكانهم كانوا حاسين ان لو ضاعت الفرصة دي منهم لضاعت الفرصة الى الايه؟ الى الابد. لان كان فعلا المسيح يسلم للايه؟ للصليب وللموت وخلاص مش هيمر تاني. ودي اخطر حاجة في الحياة الروحية، في فرصة بتقدم ليك لو ما مسكتش فيها قد تفقدها الى الابد. الحياة الروحية فرص، الحياة الروحية فرص، لو ما مسكتش الفرصة واستغليت الفرصة قد تفوت ولا تعود الى الابد. انسان واحد زي فيليكس الوالي بولس الرسول عمال يكلمه عن المسيح ابتدى يقتنع شوية، بعدين قال له متى حصلت على وقت ايه؟ استدعيك اجل الايه؟ العملية. راح منه الى الابد. في ناس كده في سفر الاعمال نشوفهم مع بولس، سنسمع منك لكن مش دلوقتي. الحياة الروحية هي فرصة لو انت ما مسكتش فيها قد تضيع منك الفرصة الى الابد. في موقف، في كلمة انت بتسمعها، في قداس انت بتحضره، في ترنيمة، في خلوة، في اي شيء بتحس كده ان ربنا بيخبط جامد وبيديك فرصة، لو ما مسكتش فيها كويس، لو اجلت قد تضيع منك الى الابد. كانوا حاسين انه لو
ضاع تلك اللحظة من غير ما ياخدوا القرار بتاعهم ان هم يصرخوا بشدة. ففي مشكلة تانية تحصل للانسان لو ما اخدش الفرصة بجدية، ان القدرة على التصميم تتضاءل والرغبة في الخلاص بيقل ويدوب. دي حاجة معروفة في الانسان، لو ما استغلتش الفرصة الاتجاه اللي جواك والرغبة اللي جواك بتدمر وبتقل مع مرور الايام، والحماس اللي عندك بيفتر. عشان كده الانسان الروحي هو اللي يعرف يستغل الفرصة. اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. كان في جلوه كتيرة ماشية في الطريق الى اورشليم مع المسيح، واكيد ان الجلوه الكتيرة دي كان عندها احتياجات كتيرة، كان في حاجات تعباهم، كان في حاجات محتاجين ليها، لكن محدش خد غير الاثنين دول، لان محدش منهم صرخ باحتياجه، ماشيين في الدوشة والزيطة. بدون خدوا بينما يقول الكتاب وكان يسوع مجتاز. مجتاز يعني ايه؟ مفيش وقت بقى حيقعد ويقف كده معدي وخلاص، لكن وقفوه. يقول في عدد 32 فوقف يسوع ونادى هما، وقف، اتعطلت المسيرة كلها، وقف مخصوص علشانها. كان عندهم تصميم وإلحاح لا يقبل الفشل، بالرغم من انتهار الناس ليهم وقالوا ساكتين وما تعملوش جلسة، إلا أنهم كانوا بيزدادوا في الصراخ. عشان كده المفروض الإنسان ما يأس طالما المسيح موجود، طالما أنت في محضر المسيح وفي محضر الله لا تيأس، زود الصراخ. العجيب أن هم نادوا بذلك اللقب المحبب، يا ابن داود، يا ابن داود اللي فيك تتم كل النبوات، يا ابن داود اللي ما قدرش ينطقها رؤساء الكهنة والكهنة والكتبة والفريسيين، نطقوها الاثنين الشحاتين اللي كانوا قاعدين في السكة، اللي ما بيشوفوش يقروا ويكتبوا، مش متعلمين. شافوا ابن داود وفي احتياج صرخوا من شدة احتياجهم، وفي عدم استحقاق بشعور انهم غير مستحقين قالوا ارحمنا، وفي عدم استحقاق بشعور انهم غير مستحقين قالوا ارحمنا، احنا مش مستحقين، لكن بنثق في قدرتك الرحيمة وفي رحمة قدرتك ارحمنا. صلاة جميلة لو الانسان بيرددها لما يكون محتاج لشيء او يكون متعرض لشيء، يا ابن داود ارحمنا، يا ابن داود اللي فيه كل الملوكية وفيه كل القدرة وفيه كل السلطان وفيه كل الحب وفيه كل الاتباع، محتاجين رحمة. كان عندهم شجاعة ان يطلبوا طلب عظيم، ما قالوش ادينا قرش ولا دينار ولا حاجة كده بس ناكل النهاردة، لكن كانوا بيطلبوا طلب عظيم يتفق مع ابن داود الملك. انت تطلب من ملك فتطلب طلب يستحق، تطلب طلب عظيم يتفق مع عظمة هذا الملك، مش تطلب شوية حاجات تافهة وهيفة. فيقول فتحنن يسوع، كلمة تحنن دي لطيفة جدا، ودي كانت تقريبا من اخر معجزات السيد المسيح اللي عملها على الارض. تحنن وفتح عينيهم. فيقول التعليق اللطيف، فللوقت ابصرت اعينهما فتبعاه. ممكن كلمة تبعاه دي كلمة واحدة في الاصحاح الطويل، لكن اقول كلمة تبعاه دي من اجمل الكلمات اللي في الكتاب المقدس كله. كلمة صغيرة لكن خطيرة. تبعاه، مشي وراه. طب انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ هو الطريق رايح فين؟ الصليب. مشي وراه.
الإنسان حس بعمل الله في حياته بعطية ربنا فمشي وراه، أي مكان هو رايح فيه هو رايح وراه. مش ممكن دي تبقى حياتنا لو احنا اختبرنا فعلا حب الله وعطية الله، وان هو بدل نفسه فدية لأجلنا ان احنا نتبعه. بدهم عينين يبصروا بيها، قالوا مش هنبص بيها الحاجة غير ان احنا نمشي ايه وراء. خد العطية وتبعوا المسيح، مشوا وراء. بدهم بصر، استغلوا البصر ده في انهم يتبعوه، يفضلوا معاه على طول، قدموا له شكر. يمكن تلاقوا في الاناجيل مرقس ولوقا بيتكلموا المعجزه دي عن شخص واحد اللي هو بارتيماوس، ولكن متى ذكر الاثنين ان هم كان في اثنين مش واحد بس. قد يكون رمز جميل حب يقوله متى في الاثنين اللي تابعوا المسيح دول، رمز الايه؟ لكنيسه الامم وكنيسه اليهود اللي لما خدوا استناره مشوا ورا الايه؟ ورا المسيح. فحد هنا قدم لنا المسيح مفهوم الملكوت اللي جه ينشئه ويؤسسه، سواء في واجبات الناس اللي عايشة الملكوت او في نظريات مفهوم عن هذا الملكوت وضحه خلال 20 اصحاح اللي احنا قرناهم في انجيل معلمنا متى.